السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب أشكر المهندسة منى رزق، وهي من الشخصيات الأقوياء جدا في المجال المعماري والتصميم البيئي. هي مؤسسة شركة أو إم للتدريب المتعارف عليها تجاريا باسم أو إم الحلول التعليمية، ومؤسس مشارك للمدرسة الصيفية للتنمية المستدامة، ومحاضر التصميم البيئي الحاسوبي، وعضو الأي بي بي إس إيه، وعضو برنامج الفيرشوال هيرتج كايرو، وحصل على بكالوريوس هندسه معماريه هندسه شبرا جامعه بنها، ودبلوم التخطيط والتصميم البيئي، وماجستير التخطيط والتصميم البيئي جامعه القاهره، ودراسات متقدمه تصميم المباني المستدامه، ودراسات متقدمه لتصميم المباني السفليه للطاقه، ورياده اعمال بالمركز التكنولوجي لرياده الاعمال. وهي بتدي محاضرات متقدمه جدا في موضوع التصميم البيئي من خلال الراينو ومن خلال جراس هوبر والحاجات ديت. والنهارده المحاضره مهمه جدا، اللي هي تصميم مباني لمواجهه التغيير المناخي، المباني المتنفسه. فهنتعرف على ايه هي التغيير المناخي ومدى اهميته، وليه احنا لازم نعي الموضوع دوت. ولو احنا فاكرين كان اوباما موقع على اتفاقيه، وبعد كده لغاها ترامب، وبعد كده الرئيس الامريكي الجديد بايدن يعني من ضمن التصريحات بتاعته ان هو هيرجع للاتفاقيه، لان الموضوع ده ممكن ياثر على كوكب الارض كله. فهو الموضوع مهم جدا، فان شاء الله نركز مع الباشمهندسه منى ونستفاد منها باذن الله. اتفضلي يا استاذ. شكرا يا باشمهندس، وانا بس عايزه ابشركم ان المحاضره يعني طويله شويه ودسمه حبه، فاتمنى تكون ضيفه خفيفه عليكم ان شاء الله. احنا هنا هنتكلم عن ثلاث موضوعات ليهم علاقه ببعض. هنتكلم عن مشكلة التغير المناخي وليه إحنا المفروض نعرف أبعادها، وهنتكلم إزاي نتكيف مع مشكلة التغير المناخي دي، وفي دراسة حالة عن المباني المتنفسة هنشوف إيه علاقتها بالتكيف وبمشكلة التغير المناخي كلها. فنبتدي سوا. مشكلة التغير المناخي دي مشكلة يعني من زمان جداً كنا بنسمع عنها وإحنا صغيرين، وكنت بخاف جدا جدا ان انا اسمع تفاصيلها، لاني كنت بسمع دايما ان في اماكن هتغرق، في اماكن معرضه ان يحصل فيها حرائق، في اعاصير. الحاجات دي للاسف جيلنا عاش معظمها. في بعض الاماكن في الغرب حصل الاعاصير، الحرائق بتاعه الغابات والحاجات دي كلها من اثار التغير المناخي. طيب ايه هو اصلا التغير المناخي؟ ربنا خلق لنا زي مظلة كده بتحيط بالأرض. المظلة دي مكونة من بعض الغازات زي غاز الميثان، ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين، النيتروجين، الهيدروجين، موجودة بنسب معينة. لكن في 250 سنة الأخيرة، وتقريبا من ساعة الثورة الصناعية ما بدأت، والعلماء لاحظوا إن المظلة دي الغازات بدأت نسبها تزيد فيها، لدرجة إن بعد ما كانت إشعاع الشمسي بينزل لي على الأرض، الأرض تمتص جزء منه وتعكس الجزء الثاني، زائد الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والحاجات دي كانت ممنوع دخولها أصلاً الغلاف الجوي، أو بتدخل بمقدار بسيط جداً. فبقت المظلة دي بقت عاملة لي زي البيت الزجاجي، بدأت إن هي تحبس الإشعاع الشمسي المرتد إن هو يرجع لنا تاني على الأرض، بدأت إن هي تخلي الأشعة الضارة تتحبس جوه الغلاف الجوي، وبالتالي الأرض بقت عاملة زي البيت الزجاجي أو الصوبة الزراعية، فدرجة حرارتها زادت عن المعدلات الطبيعية اللي كانت موجودة قبل كده. في حاجة أو مكان اسمه الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ أو الـ IPCC، دي منظمة أو هيئة بتعمل دراسات على المناخ. هو كده كده الأرصاد الجوية بتبتدي إن هي تسجل الطقس والحالة بتاعت الطقس وحالة المناخ، وبدأوا يلاحظوا إنه في ارتفاع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ. في الارتفاع بسبب ارتفاع في درجات الحرارة ده لقوه إن هو بسبب الممارسات البشرية. يعني في نوعين أو سببين لمشكلة التغيرات المناخية، أسباب طبيعية وأسباب ليها علاقة بالإنسان، بس لقوا العوامل اللي ليها علاقة بالإنسان أكتر بكتير، أو تسببت في ارتفاع أكتر بكتير من العوامل الطبيعية المؤثرة على موضوع التغير المناخي. طيب
قالوا طيب احنا دلوقتي لاحظنا ان في ارتفاع في درجه حراره الارض، طيب لو فضل الارتفاع ده يفضل يزيد في السنين اللي جايه ايه اللي هيحصل؟ فبداوا يعملوا نماذج مناخيه، وعن طريق النماذج المناخيه دي بداوا ان هم يعملوا سيناريوهات للتغير المناخي. فلاحظوا برضو ان التغير المناخي معدلاته هتفضل تزيد، بحلول عام 2050 هيكون بقت في ارتفاع في درجه الحراره حوالي 3 درجات عن معدلاتها الطبيعيه. واخر تقرير للهيئه الحكوميه المعنيه بتغير المناخ سنه 2014 بداوا يقولوا او لقوا ان العوامل البشريه دي لو احنا ما يعني ايه ما اتخذناش اي اجراءات عشان نقلل من الاثار بتاعه التغيرات المناخيه او نقلل مشكله التغيرات المناخيه نفسها، هتفضل درجه الحراره تزيد بحلول عام 2100 لغايه ما تبقى في 5 درجات فرق، او هتزيد بمعدل 5 درجات عن معدلاتها الطبيعيه. لكن انا لو دلوقتي بدات اخد اجراءات بحيث ان انا اخفف من الانبعاثات او اقلل الانبعاثات المسببه للتغيرات المناخيه واتكيف مع الجزء اللي كده كده حاصل، فممكن بس درجة الحرارة تقف عند درجة أو درجة ونص بالكتير، ودي اللي اتفاقية الأمم المتحدة بتنادي بيه بقالها فترة، وكل دول العالم المفروض إن هي بتتخذ إجراءات التخفيف وتدابير التكيف علشان نثبت درجة الحرارة إنها ما تعلاش أكتر من درجة أو درجة ونص بالكتير قوي. في مصر بقى عندنا بدأنا نلاحظ موضوع التغير المناخي في سنة 2007 تقريبا، بدأت درجة الحرارة والأول مرة يعني في جيلنا إن احنا نشوف الموضوع ده توصل لحوالي 45 درجة، وساعتها كانت الكهرباء بتقطع بشكل متتابع جدا، وتقريبا كان طول اليوم الكهرباء كانت بتبقى قطعة، والموضوع ده عمل مشكلة كبيرة جدا. ويعني ايه ساعتها بدأت التقارير تطلع تقول ان المناخ في مصر بيتغير بحوالي 30% درجة سيليزيوس لكل عقد في الصيف، و7% درجة سيليزيوس لكل عقد في الشتاء، العقد ده اللي هو كل 10 سنين يعني. طيب السيناريوهات بتاع التغير المناخي في مصر، كان في مشروع التنمية والتغير المناخي اللي هو الـ OECD سنة 2004 كان بيقول، ودي التقارير المتفائلة كانت بتقول إن سنة 2030 درجة الحرارة هتزيد بمعدل درجة واحدة عن معدلاتها الطبيعية، وسنة 2050 هتبقى تقريبا 1.4 درجة سيليزيوس، وسنة 2100 هتكون وصلت ل 2.5 درجة سيليزيوس. لكن التقارير اللي مش متفائلة بتقول، او اللي هي بتقول يعني ان في بقى الحاجات القصوى هتحصل، يعني بتقول ان درجة الحرارة هتوصل من 3 ل 3.5 درجة سيليزيوس بحلول عام 2100، يعني هيكون في فرق عن معدلاتها الطبيعية بفرق 3 درجات ل 3 درجات ونص. طيب انا كمعماري انا مالي؟ يعني الحاجات دي كلها حاجات ناس علماء وناس بتوع مناخ وكده، انا كمعماري ماليش دعوه. لا احنا لينا دعوه جدا، لان هم طبعا مستمرين في الابحاث وبداوا يشوفوا المشكله دي ايه اكتر قطاع مؤثر على او بينبعث منه الغازات المسببه للتغيرات المناخيه دي، فلقوا ان قطاع المباني مسؤول عن ثلث الانبعاثات المسببه للتغيرات المناخيه. يبقى انا كمصمم، انا كمعماري، انا كمهندس، ايا كان تخصصي ايه، انا مسؤول عن ثلث الانبعاثات او جزء يعني من ثلث الانبعاثات المتسببه في التغيرات المناخيه اللي بتحصل في العالم كله. هنلاقي هنا ان في الثلث من ثلث الانبعاثات ده، في جزء منه بيبقى انبعاثات ناتجه عن الاحتراق المباشر جوه المباني، وفي الثلثين ناتجين عن استهلاك الطاقه جوه المباني. يعني في الانبعاثات اللي طالعه من قطاع المباني عموما في ثلث منهم احتراق مباشر، وثلثين ناتجين عن استهلاك الطاقه واستهلاك الكهرباء. طيب قطاع المباني هو قطاع بيؤثر وبيتاثر، يعني انا دلوقتي ليا تاثير كقطاع وبتاثر كمان بمشكله التغير المناخي. طيب ايه تاثيري؟ تأثيري إن أنا دلوقتي مش عندي، أو معظم مبانينا مش مبنية متوافقة مع البيئة ولا بتوفر الراحة الحرارية، وبالتالي فيها يعني الراحة الكلية للمستخدم مش شرط الراحة الحرارية بس، فبضطر إن أنا أستخدم إضاءة بالنهار علشان الإضاءة عندي مش كافية، بضطر إن أنا أستخدم التكييف طول الوقت في المباني علشان أحس بالراحة الحرارية لأن أنا مش حاسس بالراحة الحرارية جوه المباني. فأنا عندي مشاكل
ليها يد في زيادة الانبعاثات ومشاكل، وهي نفس المشاكل دي بتتأثر أكتر بمشكلة التغير المناخي لما بتحصل. طيب المشاكل دي زي مثلاً الإيربن هيت آيلاند أو الجزر الحرارية الحضرية، دي خاصية جوه المدينة بتقول إن درجة الحرارة جوه المدن بتبقى أعلى بمعدل من 3 لـ5 درجات عن أطراف المدينة أو المناطق النائية. ده بيكون سببه الرئيسي يعني مواد التشطيب اللي موجودة في المدينة، الأسفلت، الواجهات الزجاجية، قلة الغطاء النباتي، الانبعاثات اللي خارجة أو الحرارة اللي خارجة من المباني نفسها، أجهزة التكييف اللي مالية واجهات المباني في كل حتة. فدي كلها عوامل بتتضافر مع بعضها عشان بتعليلي درجة حرارة المدينة عن الأطراف المدينة أو المناطق الريفية. طيب ده مؤثر، يعني الانبعاثات دي بتخلي مشكلة التغير المناخي تزيد. زائد لما مشكلة التغير المناخي تزيد مثلا بمعدل من درجة لثلاث درجات، فأنا عندي السيتي سنتر أو المركز المدينة بتاعي أو جوه المدن عموما هتبقى فيه ارتفاع درجة الحرارة من 6 لـ8 درجات أكتر من المباني، الأماكن الحضرية على أطراف المدينة أو الأماكن النائية. وبالتالي أنا مشكلتي جوه المدن هتتفاقم لو أنا ما بدأتش أخد إجراءات علشان أساعد في حل مشكلة التغيرات المناخية. زائد طبعاً إن أنا عندي مباني مش مصممة بحيث إنها تتوافق مع البيئة، وفي نفس الوقت مش مصممة إن هي توفر الراحة للمستخدمين، ومش مصممة إنها تقلل استهلاك الطاقة. وبالتالي المباني دي اسمها المباني المريضة. المباني المريضة دي بتمرض الناس اللي عايشة جواها. احنا في دراسة بتقول انه احنا كبني ادمين بنعيش حوالي 90% من حياتنا جوه مبنى، جوه المباني. فانا دلوقتي جوه الشغل مشغل دايما التكييف، هلاقي نفسي مرهق، تعبان، عينيا بتحرقني، عندي عطس ورشح وكحة، الجهاز التنفسي عندي تعبان دايما، انتاجيتي قليلة، مش قادر اركز، حاسس باعياء طول ما انا قاعد جوه الشغل. مجرد ما بخرج من الشغل بلاقي نفسي فرفشت والدنيا بدأت تزدهر معايا، وبقيت مستغرب طب ما انا كنت جوه بنام ومش قادر اشتغل، طب ايه اللي حصل لي لما خرجت من الشغل؟ ده تأثير جهاز التكييف اللي قاعد شغال عندنا طول الوقت. وطبعا فرق بين درجة الحرارة جوه المكان المكيف اللي انت قاعد فيه وبره في الاوت دور يعني حيث لا يوجد تكييف، وبالتالي فرق في درجات الحرارة ده بيتسبب في مشاكل صحية. فانا اصلا المبنى عندي مبنى مريض، وبيجيب لي حاجه اسمها متلازمه المباني المريضه، يعني اللي هو المرض اللي بيحصل او الاعياء اللي بيحصل للناس ده اسمه متلازمه المباني المريضه. طيب المبنى المريض ده اصلا مبنى يعني في الظروف العاديه او الطبيعيه اللي احنا عايشينها دلوقتي بيعيي اصحابه. طب لما تحصل مشكله التغيرات المناخيه او في وجود زياده من درجه لثلاث درجات مئويه على مرور السنين اللي جايه، ايه اللي هيحصل؟ ما احنا المباني بتاعتنا مش بنبنيها علشان تتهد بكره، احنا المباني بتاعتنا بنبنيها عشان تعيش لعشرات السنين والمئات السنين، زي المباني اللي احنا طلعنا لقيناها موجوده من مئات ومن الاف السنين. يبقى انا هنا دلوقتي لو ما بداتش ان انا يبقى عندي وعي ان انا اصمم من مباني تكون متوافقه مع البيئه بحيث انها توفر لي الراحه الحراريه وتوفر لي وترشد لي استهلاك الطاقه عن طريق قطاع المباني ده، يبقى انا بتسبب في انهيار للقطاع الصحي اصلا، يعني ما بقدرش ان انا احافظ على صحه مستخدمين المباني بتاعتي، وكمان بساعد في ان الاقتصاد كمان يبقى بينهار لان انا بقلل انتاج الناس اللي قاعده شغاله جوه المباني الحكوميه والمباني التعليميه. وحتى جوه بيوتنا هنلاقي ان معظم بيوتنا احر من بره في الصيف واسقع من بره في الشتاء، يعني احيانا هتلاقي نفسك بتخرج بره البيت عشان تحس بتدفى اكتر عشان تتعرض للشمس، لان المبنى عندك مثلا مش بيتعرض للاشعاع الشمسي المباشر او ما فيهوش تهويه طبيعيه كويسه، فتلاقيك دايما قاعد سقعان في الشتاء وحران في الصيف فاكتر من بره. فدلوقتي المباني المريضه دي لازم تتغير وتبقى مباني بتوفر الراحه لمستخدمينها علشان خلاص ما بقاش في يعني ايه هزار، يعني لازم ناخد اكشن دلوقتي. طيب احنا قلنا كده ضمنيا في وسط الكلام ان مشكله التغيرات المناخيه لما بتحصل احنا دلوقتي بدانا نعيشها بايه تاثيرها على الانسان نفسه؟ بتعمل حاجه اسمها الاجهاد الحراري. الاجهاد الحراري ده ممكن يكون بسبب ارتفاع درجه الحراره وبيكون بسبب انخفاض درجه الحراره.
الإجهاد الحراري ده منظمة الصحة العالمية قالت في بعض التقارير إن الإنسان لو اتعرض لدرجة حرارة 45 درجة مئوية لمدة 6 ساعات متواصلة بيحصل له ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في لزوجة الدم، وبيحصل له مضاعفات صحية شديدة جدا. فتخيلوا ان احنا مثلا المباني بتاعتنا ما عنديش مثلا اي حاجه تلطف درجه الحراره، وتعرضت جوه المباني لمده معينه لدرجه حراره مرتفعه، فكده ممكن الانسان يتعرض للموت. زائد طبعا انخفاض في درجه الحراره مع ارتفاع الرطوبه وقله التهويه الطبيعيه جوه المباني ده برضو بيعرض صحه الانسان للخطر. جوده الهواء الداخلي برضو من ضمن اللي هي آثار التغير المناخي زيادة الملوثات في الهواء. فتخيلوا لو احنا أصلاً مبانينا مش مبنية من ناحية التصميم ومن ناحية مواد التشطيبات اللي أنا مستخدمها في المبنى بتاعي بحيث إن هي تكون جرين ماتيريال، مع وجود ارتفاع في درجة الحرارة بتبتدي الدهانات والحاجات اللي أنا مستخدماها جوه المبنى تتفاعل مع ارتفاع درجة الحرارة ويتكون لي حاجة اسمها مركبات عضوية متطايرة بتأثر لي مع الوقت على الجهاز التنفسي للإنسان وبرضه صحته بتتدهور. زائد طبعا انه بيقولوا برضو ان حسب التقارير انه الامراض المعديه هتبتدي تنتشر والحشرات الناقله للعدوى بتبتدي تنتشر، فالمفروض ان انا يعني ايه اراعي كل الحاجات دي واراعي جوده الهواء الداخلي جوه المبنى بتاعي عن طريق توفير تهويه طبيعيه واشوف طريقه ان انا انقي بيها الجو داخل المبنى بتاعي. ارتفاع الرطوبة برضو ده بيسبب تكون البكتيريا جوه المبنى، وخاصة لما بيكون مفيش تهوية طبيعية كويسة جوه المبنى. ده كله لو أنا ما رعيتوش أصلا من الأول هزود استهلاك الطاقة جوه المباني، وبكده هبتدي أخش في سايكل مش هخرج منها. أنا عندي مشكلة تغير مناخي، يعني درجة الحرارة بتزيد مع الوقت. طيب درجة الحرارة بتزيد، أنا هبتدي يعني أحاول بقى ألطف الجو اللي أنا قاعدة فيه، فهجيب جهاز تكييف. جهاز التكييف هيشتغل هيطلع انبعاثات ثاني كربون وغاز الفريون وبعض الغازات المسببه للتغيرات المناخيه، فهزود مشكله التغيرات المناخيه زياده، وبالتالي درجه الحراره هتفضل ترتفع من درجه لدرجتين لثلاث درجات، وبعدين هبتدي اشغل التكييف علشان اتخلص من درجه الحراره، فبدخل في لوب مش بتخلص غير لما اكسر اللوب دي في حته معينه. يعني انا لو من الاول عامل المباني بتاعتي موفرة للراحة الحرارية مش هستخدم التكييف، وبالتالي مش هزود الانبعاثات، وبالتالي مش هزود مشكلة التغيرات المناخية، وأنا ساهمت بشكل ما في تقليل الآثار أو تقليل من مشكلة التغيرات المناخية، وأنا بكده أكون عملت حاجة اسمها التخفيف من مشكلة التغيرات المناخية، إن أنا أقلل الانبعاثات عن طريق تقليل استهلاك الطاقة. اختصارا بقى للموضوع، ان انا مطلوب مني دلوقتي عشان اكون بحل او بساهم في حل مشكله التغيرات المناخيه من الناحيه التصميميه، ان انا اصمم مبنى متوافق مع البيئه او بيستخدم الطاقات الطبيعيه عندي جوه المبنى بتاعي، زي مثلا الاضاءه الطبيعيه، ان انا اوفر اضاءه طبيعيه جوه المباني عن طريق الشبابيك، اوفر كروس فنتيليشن او تهويه طبيعيه جوه المباني، اوفر استخدام النباتات بحيث ان انا يبقى عندي فيو كويس وفي نفس الوقت ازود نسبه الاكسجين في المنطقه المحيطه بالمبنى، اعرف ازاي احمي المبنى بتاعي من شمس الصيف المرتفعه واستخدم او استقطب شمس الشتاء المنخفضه انها تخش تدفي لي الفراغات في الشتاء، استخدم الاشعاع الشمسي المباشر في اني اولد طاقه عن طريق الخلايا الشمسيه لو انا بصمم في مكان في اشعاع شمسي يعني يسمح باستخدام الخلايا الشمسيه، او لو انا عندي طاقه رياح مرتفعه فببتدي استخدم الويند توربنز علشان اولد طاقه عن طريق الرياح. كمان انا ممكن استخدم اعمل كولكشن لميه المطر، اشوف المطر بتجيلي امتى، كميه الامطار قد ايه، وابتدي اخزنها للتوقيتات اللي انا عندي قله في وجود الميه، او ممكن استخدمها في ري النباتات او كده، او حتى لو انا عملت لها تحليه كويسه ممكن استخدمها كميه شرب. كمان ممكن اجمع الويست بتاع المبنى واستخدمها ككمبوست او كسماد عضوي للنباتات الزينه اللي موجوده في السايت بتاعي، او لو هي الويست دوت طالع لي من المطابخ عن طريق
بواقي الاكل وكده ممكن استخدمه كسماد عضوي للاشجار المثمره ان وجدت عندي في اللاندسكيب. يبقى انا كده عملت من ناحيه التصميميه مبنى متكامل، ناقص حاجه واحده بس او حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا اراعي استخدام الماتيريال انها تكون ماتيريال محليه، مواد محليه الصنع ما بتستهلكش طاقه كبيره في انتاجها وما بتستهلكش طاقه كبيره في نقلها، زائد ان انا اراعي الملوثات اللي بتحصل اثناء عمليه البناء، هشوف ازاي اقلل الملوثات دي بحيث ان انا يعني برضو اساهم في عمليه البناء نفسها ان انا اقلل الانبعاثات اللي ممكن تكون بتساهم في مشكله التغيرات المناخيه، زائد برضو ان انا اقلل الطاقه المستهلكه في عمليه البناء نفسها. فانا لو عملت ده كله انا كمهندس معماري او مصمم، انا كمهندس انشائي، انا كمهندس مثلا ميكانيكا او كهرباء، لو رعيت استخدام كمان بتوع ميكانيكا وكهرباء لو رعوا استخدام الاجهزه اللي هي موفره للطاقه، احنا كده بنعمل تيم، بنقعد على ترابيزه واحده بنشتغل مع بعض علشان نوصل لهدفنا ان انا ازاي اقلل استهلاك الطاقه واقلل الانبعاثات اللي بتنتج عن كل مرحله من مراحل البنى بتاعتي. فانا كده كقطاع مباني هقدر ان انا انجح في تقليل الانبعاثات والمساهمه في التخفيف والتكيف مع مشكله التغيرات المناخيه. طيب ده تاثيره ايه؟ تاثيره ان انا بقدر كقطاع مباني اساهم ب 30% من الحل او من مواجهه مشكله التغيرات المناخيه، انا اقدر اقلل الانبعاثات بنسبه 30%، قطاع المباني ده اعلى قطاع لو الناس بدات ان هي تاخد اجراءات التخفيف والتكيف مع مشكله التغيرات المناخيه، نقدر ان احنا نساهم باكبر نسبه ممكنه من التكيف او من تقليل مشكله التغيرات المناخيه عموما. طيب المفروض ان انا هعمل ايه؟ انا واحنا بنتكلم قلنا انه انا لو قللت استهلاك الطاقه او رعيت الماتيريال انها تكون صديقه للبيئه، رعيت معايير التصميم البيئي السالب في المباني بتاعتي، رعيت الاجهزه اللي هستخدمها انها تكون اجهزه موفره للطاقه، وفرت الراحه الحراريه، قللت استهلاك الطاقه، قللت الانبعاثات، فده اسمه تخفيف. طيب واحنا بنتكلم في الاول، يعني مش فاكره قلت لكم ولا لا، ان مشكله التغيرات المناخيه بتبقى بسبب عوامل بشريه، يعني انا كانسان ليا يد فيها، وبسبب عوامل طبيعيه، يعني هي في جزء كده طبيعي هيحصل نتيجه عوامل طبيعيه. طيب في جزء هيحصل، فانا خففت وعملت اللي عليا. طيب الجزء اللي هيحصل ده اتعامل معاه ازاي؟ هتكيف معاه، هحاول اتاقلم واعمل شويه تدابير كده او اجراءات تخلي المباني بتاعتي تحاول ان هي تتفاعل مع التغيير اللي بيحصل وتاخد اكشنز معينه علشان تبتدي تواجه مشكله التغير المناخي اللي كده كده حاصله بدون تدخل مني انا كانسان. وعشان نعرف ازاي المبنى ممكن يتكيف هنشوف التكيف في الطبيعه اصلا بيتم ازاي. طبعا الطبيعه خير معلم لينا كلنا في كل حياتنا، فدلوقتي التكيف في الطبيعه ليه اكتر من شكل. في تكيف اسمه التكيف بالتأقلم أو التكيف السلوكي، ده هنلاقيه مثلا زي الدب القطبي. مثلا الدب القطبي لما بدأت مشكلة التغيرات المناخية تحصل، بدأت درجة الحرارة الأرض تتغير، ففي وقت معين الفقمات اللي بيتغذى عليها الدب القطبي ما بقتش موجودة نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة، فبدأ إن هو الثلاث شهور اللي الأكل بتاعه مش موجود بدأ يصومهم، فهو اتبع سلوك الصيام علشان يتكيف او يتاقلم مع الوضع اللي هو اتحط فيه عشان يحافظ على نوعه في يعني من انه ينقرض. فبدا يصوم 3 شهور كاملين لغايه لما الفقمات بترجع تاني للميه ويبتدي يتغذى عليها ويرجع لحياته الطبيعيه، وبعدين يرجع تاني يصوم 3 شهور التانيين. ده اسمه التكيف بالتاقلم او التكيف السلوكي. طيب النوع التاني من التكيف اللي هو المرونه او التكيف التركيبي. التكيف اللي هو المرونه او التركيبي ده هيظهر لنا في نوع معين من الفراشات اسمها وايت بيبرت، دي كانت موجوده في بريطانيا وساعه الثوره الصناعيه بدات الواجهات كلها يكسوها اللون الاسود بسبب حرق الوقود والاشجار وكل حاجه تحول لونها اللون الاسود. الفراشات دي كان لونها ابيض، فبدات تبقى فريسه سهله للكائنات اللي بتتغذى عليها، وبالتالي بدات ان هي تتعرض للانقراض.
عشان تحافظ على نفسها من الانقراض بدأت إن هي تغير في الجينات بتاعتها على مستوى الأجيال، يعني ده ما حصلش كده بين يوم وليلة، فبدأت تتحول تنتج أجيال جديدة لونها أسود بدل الأبيض علشان تقدر تختفي من الكائنات اللي بتتغذى عليها. فهي كده قدرت تغير في الـ DNA بتاعها علشان تنتج أجيال جديدة تقدر تعيش في الواقع اللي هي عايشة فيه. ولما المشكلة بدأت تخف شوية واللون الأسود بدأ يخف من على واجهات المباني ومن على ورق الأشجار، بدأت تنتج جيل جديد لونه أبيض في أسود وترجع إلى حد ما لطبيعتها شوية. طيب ده التكيف المرن أو المرونة. في بقى نوع ثالث من أنواع التكيف اسمه التكيف بالتعلم أو الذكاء، وده ظهر معانا أو الإكزامبل بتاعه طائر جميل جدا اسمه طائر القبعة السوداء، وده كان طائر بيهاجر من أوروبا لشمال أفريقيا كل سنة. بدأت مشكلة التغيرات المناخية تحصل ودرجة الحرارة تعلى، فإحنا عملنا مشكلة لكل الكائنات في الكوكب. فلما درجة الحرارة اتغيرت في المسار اللي هو كان بيهاجر فيه، فعلى برضو مرور الأجيال بدأ إن هو يغير مسار الرحلة بتاعته وبدأ يهاجر من أوروبا لشمال إنجلترا علشان ده كان مريح حراريا أكتر ليه أثناء عملية الهجرة. وبالتالي يبقى أنا كده اتعرفت على أنواع التكيف في الطبيعة. طب ده بيتطبق ازاي في المباني؟ المبنى ما هو مش كائن حي، المبنى ده بالنسبه لي جماد، ازاي ان انا هخليه يحاكي الطبيعه في طرق التكيف؟ في حاجات احنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا فيها نوع من انواع التكيف برضو. التكيف المرن او التكيف التركيبي بيحصل ازاي عندنا في المباني؟ احنا لما بنيجي نحط الكونسبت، فالكونسبت ده بيبقى عامل زي الجنين وهو بيتكون. الاول بيبقى مجرد فكره، بيبقى مضغة، حاجة لسه ما لهاش شكل ولا لون ولا معنى ولا ملامح ولا أي حاجة. لو هندي الإكزامبل ده على مبنى ميلينيوم تاور من تصميم نورمان فوستر في طوكيو، بدأ إن هو يفكر إن هو عايز يعمل تاور لارتفاع كبير جدا. طيب التاور ده يبقى شكله إيه؟ بدأ يحط كيوب كفكرة مبدئية، وبدأ طبعا مع السايت أناليسيز اللي بيعملوها ومسارات الهواء اللي ماشية، عايز يخلي سطح المبنى يكون يعني ايه يقلل احتكاك الرياح مع سطح المبنى. فبدا يقول طب انا هعملها سلندر، فلقى السلندر كمان مش متناسبه مع الفكره اللي هو عايز يعملها، فبدا يطور من الفكره لغايه لما بقت مخروطيه. ودي المرحله اللي احنا بنعملها في تصميماتنا كلنا اللي اسمها الفورم فايندنج، ان انا بفضل اعمل الابحاث والدراسات قبل عملية التصميم لغاية لما بحط كونسبت مبدئية، وبفضل أطور في الكونسبت لغاية لما أوصل للفورم اللي هو هيحقق لي الفكرة بتاعتي والهدف بتاعي. وبعدين بعد ما بحط الكونسبت بتاعتي أو الفكرة المبدئية ببتدي أطور فيها، أبتدي أحل بلانات وأشوف بقى الأداء الحراري بتاع المبنى بتاعي وأداء الطاقة، وأبتدي أشوف عناصر الحركة الرأسية والمبنى ده هيشتغل إزاي، البرفورمانس بتاعه هيوفر الراحة الحرارية ازاي للمستخدمين، استهلاك الطاقة هيبقى عامل ازاي، فببتدي احط تفاصيل اكتر. الهيكل الانشائي بتاعه هيبقى عامل ازاي، فببتدي احط تفاصيل اكتر. فانا كده بيبقى فيه تغير تركيبي او بغير في التركيب كل فترة، وبيساعدني في ده البرامج او السوفت وير اللي بستخدمه. وطبعا ما اكثرهم دلوقتي انه بيقدروا ان هم يساعدوني في مراحل التصميم المختلفة لغاية لما المبنى بيبقى خلاص مبنى كامل اقدر ان انا ابتدي في عمليه الانشاء بتاعه. كمان المرونه في التصميم عندي بتظهر في برامج السيميليشن اللي بدات تظهر دلوقتي، سواء كان ديزاين بيلدر سواء كان ليدي باج وهاني بي. فهنلاقي انه البرامج السيميليشن دي بدات تتنبأ لي بدرجات الحراره الداخليه، استهلاك الطاقه، فين الاماكن اللي هحط فيها الخلايا الشمسيه بتاعتي على واجهات المبنى. فبعمل سيميليشن عشان اتنبأ بالمبنى ده هيشتغل ازاي قبل ما يبتدي عمليه البناء الفعليه. زي مثلا مبنى المحكمه الفيدراليه في الولايات المتحده الامريكيه، بدا ان هم في قاعه المحكمه الرئيسيه يشوفوا درجات الحراره الداخليه قد ايه، بحيث ان هم كان عندهم مشكله في ارتفاع درجه حراره القاعه، وبداوا يعملوا شويه معالجات علشان يقللوا درجات الحراره دي. برضو في برج اللؤلؤه في الصين بدأوا ان هم يعملوا دراسات على الواجهات عشان يشوفوا شدة الإشعاع الشمسي الساقط على الواجهة، وفين الأماكن اللي أقدر أحط فيها خلايا شمسية عشان أولد طاقة في المبنى ده. فبدأوا ان هم يعرفوا فين الأماكن اللي هيحطوها بالظبط عن طريق
برامج السيميليشن اللي استخدموها. طيب الحاجة بقى التانية أو الطريقة التانية من التكيف، التكيف السلوكي. طيب أصل المبنى ده مش كائن هيتحرك، بس أنا أقدر أحركه عن طريق الواجهات المتحركة. فأنا دلوقتي لو عملت واجهة بتتحرك عشان تحقق لي حاجة معينة جوه المبنى وتتكيف مع متغير معين بره المبنى، يبقى أنا كده قدرت إن أنا أخلي المبنى يتأقلم مع وضع معين بيحصل في المناخ بتاع المدينة اللي أنا بصمم فيها، ويبقى كده أنا عملت تكيف سلوكي. زي مثلا مبنى العالم العربي في باريس لما استخدموا 30 ألف وحدة متحركة تتحرك زي حركة العدسة بتاعت الكاميرا، بحيث إنها تتسع عشان تدخل لي كمية إضاءة معينة وتنقبض علشان تقلل كمية الإضاءة اللي داخلها. طب هم عملوا كده إزاي؟ بدأوا يدرسوا شدة الإضاءة اللي موجودة في المكان اللي هم بيصمموا فيه في السايد بتاعهم، ويشوفوا احتياج الإنسان اللي المستخدم بتاع المبنى ده للإضاءة، محتاج كمية إضاءة قد إيه جوه المبنى. وبدأوا يخلوا كل وحدة بتتحرك بشكل مختلف عن التانية بحيث إنها توفر لي الإضاءة للإنسان محتاجها جوه المبنى، وباستخدام طبعا المعلومة اللي هو عارفها من بره إن شدة الإضاءة كام. يا إما هيفتح علشان شدة الإضاءة بره مناسبة فأنا محتاج إن أنا أدخل إضاءة، أو شدة الإضاءة بره منخفضة فأنا محتاج أفتح العدسة قوي علشان تدخل لي أكبر كم من الإضاءة، أو إن شدة الإضاءة بره عالية جدا وأنا لو دخلت الإضاءة ده يحصل لي إبهار أو عينيا هتتأذي، فابتدي أقلل العدسة شوية عشان آخد كمية الإضاءة اللي أنا محتاجها بس. يبقى هو هنا عمل علاقة ما بين المعلومات المناخية اللي هو أراها من بره المتوفرة طبعا عن طريق ملفات الطقس، أو متوفرة عن طريق الوحدات الأرصاد اللي ممكن أحطها في السايت عندي، مع الاحتياج بتاع الإنسان اللي عايش جوه المبنى أو مستخدم المبنى، وبدأ يعمل له واجهة بتتحرك عشان تحقق الراحة للمستخدمين جوه المبنى. يبقى ده التكيف السلوكي، وقدرت ان انا اخلي المبنى بيتأقلم معي. طيب التكيف بالتعلم، هو المبنى بيفكر عشان يتعلم؟ انا ممكن دلوقتي اخليه يعني يفكر. انا عندي دلوقتي نوع من انواع المباني الذكية، ده ظهر معانا في مبنى اسمه The Adaptive House في كولورادو، وده يعتبر من اوائل المباني الذكية. المبنى الذكي ايه فكرته؟ بمنتهى البساطة ان انا بحط سنسورز خارجية خارج المبنى او محطة ارصاد بتبتدي تعمل لي كوليكشن لدرجات الحرارة بره، درجات سرعات الهواء، نسب الرطوبة والحاجات دي، فبتعرفني اللي هي ريل تايم قراءات ساعية او وقتية او لحظية ايه اللي بيحصل بره المبنى. وعندي سنسورز تانية بتقيس لي درجة الحرارة جوه المبنى، بتقيس لي معدلات الرطوبة، بتقيس لي معدلات التهوية، وبتشوف هل مثلا درجة الحرارة زادت عن معدلات اللي هي أنا مبرمجه على أساسها، إن معدل الراحة الحرارية مثلا من 18 ل 25. لو زادت درجة الحرارة عن 25 يبتدي ياخد أكشن معين، يعني السنسور يدي أمر للسيستم بتاع المبنى إن هو يعني يفتح لي الشباك اللي على الواجهة البحرية مثلا، أو يبتدي ياخد قرار إن هو لا ده في درجة حرارة عالية قوي الشباك مش هيساعدني، فابتدي أشغل التكييف. فالسنسور ده بيبتدي ياخد قراءات، بيبعت المعلومة لنظام تاني، النظام ده بياخد أكشن معين عشان يوفر لي الراحة جوه المبنى بتاعي. ممكن يكون سنسور بتاع إضاءة، لما عدد يعني المستخدمين يخشوا الغرفة النور يشتغل، لما يخرجوا من الغرفة النور يطفي، وبكده أنا قدرت إن أنا أتحكم في استهلاك الطاقة جوه المبنى، أو إن أنا أوفر راحة حرارية للمستخدمين جوه المبنى عن طريق الذكاء الصناعي. الموضوع ما يعني ما انتهيش عند موضوع السنسورز بس، ده في حاجة اسمها شبكة الأعصاب الصناعية اللي بدأوا يعملوها عشان تحاكي شبكة الأعصاب اللي موجودة في جسم الكائنات الحية أو في جسم الإنسان، اللي هي إن هو يتعلم، مش بس إن هو ياخد أكشن معين لما يبقى عنده قراءات معينة، لا يتعلم. أنا كإنسان لو في حاجة لساعدني في المكان اللي أنا موجود فيه أكيد مش هحط إيدي عليها تاني، خلاص اتعلمت إن أنا المكان ده لسعني فمش هحط إيدي عليها تاني عشان ما تلسعش تاني، وبالتالي أنا اتعلمت من الموقف اللي حصل. طب المبنى هيتعلم إزاي؟ أي مبنى ذكي بيبقى فيه نظام تحكم
يخلي اليوزر اللي انا المستخدم اللي انا قاعد جوه الفراغ ده لو انا ما عجبنيش مثلا درجه الحراره جوه المبنى بالرغم ان هو اخذ الاكشن وفتح لي الشباك مثلا على الواجهه الشماليه فدخل لي هواء مرطب، لكن انا احساسي بالراحه الحراريه مختلف عن بقيه الناس، فانا نتيجه اي عامل من العوامل ظروف صحيه او ايا كان، فانا هبتدي اخد اكشن تاني ان انا هفتح شباك في واجهه مختلفه مع الشباك اللي هو على الواجهه الشماليه عشان اعمل تيار هواء وابتدي ان انا احس بالراحه اكتر. فدي اسمها اليوزر اكسبيرينس، انا تجربتي الشخصيه قالت لي ان انا محتاج اعمل اكشن تاني مع الاكشن اللي المبنى اخده علشان احس بالراحه اكتر. طيب المبنى هيعمل ايه لما بيكون في شبكه الاعصاب الصناعيه دي؟ بياخد الاكشن اللي الانسان عمله، التصرف اللي الانسان عمله ويحتفظ بيه، يحفظه في الذاكره بتاعته ويبتدي يكرره في كل سنه في نفس التوقيت، لانه خلاص عارف انه اللي هو عمله في التوقيت ده الاكشن اللي هو عمله عشان يوفر لي الراحه الحراريه ما كانش كفايه بالنسبه لي، فبدا ان هو انا كمستخدم اخد اكشن تاني، فبدا ان هو يحفظ لي الاكشن التاني ده علشان يوفره لي في كل سنه في نفس التوقيت، يبقى هو كده بقى عنده ذكاء وعنده تعلم. طيب اختصارا بقى لكل اللي حصل ده، ان انا قدرت ان انا اخلي المبنى يتكيف، قدرت ان انا اخلي المبنى يتكيف مع التغيرات اللي بتحصل في المناخ العادي، انا عندي المناخ بيتغير كل ساعه وكل يوم وكل اسبوع وكل فصل، يعني عندي المناخ بيتغير من فصل لفصل. طيب المناخ بيتغير كمان كل 10 سنين، اللي هي موضوع التغيرات المناخيه ده في درجات الحراره بتتغير كل 10 سنين بمعدل معين، يبقى انا لو قدرت ان انا اخلي المبنى يستجيب للتغيرات اللي بتحصل بره المبنى ويكون في انظمه تحس لي باحتياجات الانسان اللي جوه المبنى زائد انظمه اسمها انظمه التحكم عشان اخد اليوزر اكسبيرينس كمان احتفظ بيها، يبقى انا كده هعمل مبنى يقدر ان هو يستجيب للمناخ ويتكيف مع التغيرات المناخيه. طيب الانظمه اللي هتساعدني بقى ان المبنى ده يكون متكيف مع التغيرات المناخيه، هنلاقي اول نظام اللي هو النظام الحركي. طيب قبل موضوع النظام الحركي ده لازم اكون اصلا المبنى بتاعي استخدمت كل الباسيف تكنيكس اللي موجوده اللي انا اعرفها علشان اخليه بشكل طبيعي، استخدمت الطاقات الطبيعيه في توفير الطاقه في المبنى وتوفير الراحه الحراريه او الراحه الكليه للمستخدمين، يعني توفير اضاءه طبيعيه فكده بوفر الراحه البصريه، توفير الراحه الحراريه ان انا اخلي درجه الحراره في محيط الراحه الحراريه، توفير الراحه النفسيه ان انا اشوف ضوء النهار ده بيخليني مرتاح نفسيا، توفير تهويه طبيعيه، توفير التدفئه بالاشعاع الشمسي المباشر، يبقى انا كده استخدمت الطاقات الطبيعيه في المبنى الاول وبعدين بستخدم الانظمه اللي هتخلي بقى المبنى ده يتكيف مع التغيرات اللي ممكن تحصل على مدار السنين اللي جايه، يعني على مدار اليوم والساعه والشهر والسنه وعلى مدار السنين اللي جايه اللي هيحصل فيها موضوع التغيرات المناخيه. طيب الانظمه الحركيه دي زي المبنى اللي احنا شايفينه ده، ده مبنى موجود في استراليا اسمه كيفر تكنيك اوفيس بيلدينج، استخدم زي شيدنج ديفايس بتبتدي تتحرك كل ساعه بشكل مختلف او كل وقت معين بشكل مختلف عشان تدخل اضاءه طبيعيه للمبنى بدون ما تزود استهلاك الطاقه او بدون ما تخلي الاشعاع الشمسي يخش لي بشكل مباشر فيزود لي من درجه حراره الفراغ الداخلي ويزود لي من استهلاك الطاقه جوه المبنى. هو كده عمل نظام حركي بيشتغل بكيفيه معينه عشان يوفر اضاءه طبيعيه وفي نفس الوقت يقلل استهلاك الطاقه جوه المبنى ويوفر الراحه لمستخدميه. برضو في مبنى اسمه ديزاين هاب في ملبورن، دوت يعني عامل كل مجموعه من الاقراص دي عباره عن عدسات زجاجيه، كل مجموعه منهم بتلف بطريقه معينه بحيث ان هي توفر اضاءه جوه المبنى وفي نفس الوقت تعكس الاشعاع الشمسي المباشر ان هو ما يبقاش موجود جوه المبنى، وبالتالي هتوفر الراحه للمستخدمين. تاني حاجه لازم ان انا اوفرها في المباني اللي انا عايزها تتكيف مع التغيرات المناخيه، احنا قلنا ان نستخدم باسيف تكنيكس، نستخدم الانظمه الحركيه ونستخدم الانظمه المستجيبه.
ان انا بحط فيه سنسورز جوه المبنى عشان تحس لي بيه التغيرات اللي بتحصل جوه المبنى نتيجه التشغيل ونتيجه وجود الاشخاص جوه المبنى والانشطه المختلفه اللي بيعملوها، زائد ان انا استخدم سنسورز بره المبنى علشان اشوف التغيرات او احس بالتغيرات اللي بتحصل بره المبنى، واستخدم كمان شبكه الاعصاب الصناعيه اللي المفروض ان هي هتتعلم من اليوزر اكسبيرينس اللي بيحصل، زائد ان انا اوفر اصلا لليوزر انظمه تحكم علشان اخليه يقدر ان هو يحس بحريه ان هو ياخد الاكشن المريح بالنسبه له، زائد الحاجات اللي انا وفرتها له في المبنى بتاعي. يبقى كده الانظمه دي كلها لو انا عملت انتجريشن ما بينهم هقدر ان انا اوفر التكيف او اخلي المبنى بتاعي يقدر ان هو يتكيف مع التغيرات المناخيه. هنا في الاخر بيبقى عندي مبنى اسمه كايناتيك ريسبونسيف سيستمز، لو انا استخدمت اللي هي الانظمه الحركيه مع الانظمه المستجيبه مع الباسيف تكنيكس ممكن اخليها يعني تستجيب للاشعاع الشمسي، ممكن تستجيب لحركه الريح، ممكن تستجيب لكميه المطر او للمطر، ممكن تستجيب لارتفاع في درجه الحراره. فانا ممكن يعني نوع الاستجابه ده اخليه اي حاجه انا عايز اعملها في المبنى بتاعي، بس طبعا لازم تكون مدروسه. طيب عايزين بقى الخطه نلخص كل اللي قلناه ده. انا عايز احدد اهدافي، انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل مبنى، اصمم مبنى متكيف مع التغيرات المناخيه اللي هتبقى كده كده حاصله، واخفف اخفف كمان الانبعاثات الناتجه عن المبنى بتاعي نتيجه التغيرات المناخيه اللي هي اوريدي بدات تحصل، ومش عايز التغيرات المناخيه دي تزيد في المستقبل او ازود الانبعاثات في المستقبل. طيب يبقى الهدف بتاعي ان انا احقق الراحه الحراريه للمستخدمين، لان لو حققت الراحه الحراريه هقلل استهلاك الطاقه واقلل الانبعاثات. هوفر جوده للهواء الداخلي جوه المبنى، يعني اخلي الهواء جوه المبنى هواء نقي بيتجدد باستمرار ويعني بيتحرك بشكل مستمر. ثالث حاجه هعملها ترشيد استهلاك الطاقه جوه المبنى باني استخدم الطاقات الطبيعيه واقلل ايه استخدامي للتكييف. يعني عشان نكون بس صريحين مع بعض ان في بعض الدول اللي لازم بتستخدم التكييف وقت معين من اليوم على الاقل، اللي هي الظروف القصوى اللي ممكن تحصل مثلا في فصل الصيف او في الخريف او في الربيع. ده يعني ممكن يحصل، انا مش ممانعه ده، لكن لو انا عملت كل الباسيف تكنيكس وكل الاحتياطات ان انا اقلل استهلاك الطاقه، بدل ما هشغل التكييف بتاعي 24 ساعه انا هشغل التكييف مثلا ساعتين بس، وبدل ما هشغله عشان يخلي لي درجه الحراره مثلا 18 لا انا ممكن اخليه درجه الحراره تبقى 20، فانا قللت الاحمال بتاعه التكييف وفي نفس الوقت قللت عدد الساعات اللي انا هستخدم التكييف فيها. فالمشكله مش في استخدام التكييف نفسه بس عدد ساعات استخدامه والاحمال اللي هي بتاعه التكييف نفسها. انا بقى لو عملت ده كله هحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وده برده من ضمن الاهداف بتاعتي. طيب ايه الخطوات اللي انا هعملها في التصميم بتاعي؟ زي ما قلنا برده ان انا هبتدي اشوف احط الكونسبت بتاعي، او قبل ما احط الكونسبت لازم الاول ادرس السايت بتاعي، المدينه اللي انا هصمم فيها ايه مميزات المناخ وايه عيوبه. طيب انا هعرف مميزات المناخ وعيوبه منين؟ لازم اجيب ملفات الطقس اللي هي الويذر فايل اللي موجوده على موقع انرجي بلس، ده بالنسبه للمناخ الحالي. طيب المناخ اللي هيحصل في المستقبل، يعني احنا قلنا ان احنا عايزين ندرس المبنى بعد 10 سنين وبعد 20 سنه، انا هجيب ملف الطقس بتاع بعد 20 سنه منين؟ في تولز دلوقتي بتعمل جنريت للويذر فايل بتاع سنه 2050 و2100، بنقدر ان احنا نجيبها اونلاين نعملها داونلود وبتبقى حاجات اوبن سورس وما فيهاش اي مشكله خالص. ببتدي اشوف المميزات والعيوب بتاعه المناخ الحالي والمميزات والعيوب بتاعه المناخ اللي هيحصل في المستقبل، وبعدين ابتدي احط الكونسبت بتاعتي بناء على دراسات الموقع اللي انا بدات اعملها، واشوف بقى انا ازاي هستخدم التهويه الطبيعيه. لازم اكون على دراسه او على وعي كويس جدا بالقوانين بتاعه حركه الهواء في الكون، وازاي ان انا هحرك الهواء جوه المبنى. الموضوع ده ليه قوانين ومعادلات معينه لازم ارجع لها عشان اكون بشتغل بطريقه صحيحه. الكتله الحراريه اللي هي الثيرمال ماس، الكتله الحراريه دي انا بختار ماتيريال لغلاف المبنى زائد بشوف سمك الغلاف ده هيبقى عامل ايه، بحيث ان انا
اخلي المده الزمنيه اللي هي الحراره هتتنقل فيها من بره المبنى لجوه المبنى، بدل ما هي هتاخد ساعه عشان توصل جوه تزود لي ارتفاع، تعمل لي ارتفاع في درجه حراره الفراغات الداخليه، ممكن تاخد 8 ساعات لحد ما توصل جوه المبنى. ولو ده مبنى اداري هكون انا مشيت اصلا من المبنى، ولو ده مبنى سكني ممكن افتح الشباك فتخلص من الحراره الزائده لو احنا في الصيف، او اقفل الشباك عشان ادفي المكان لو احنا في الشتاء. يبقى الثيرمال ماس دي برضو من ضمن الباسيف تكنيكس اللي ممكن استخدمها. تالت حاجه ممكن استخدم التبريد بالترطيب، ان انا اشغل رشاشات الميه زي ما بيحصل مثلا في الحرم وفي المعارض الاوت دور، بيبتدوا يستخدموا رشاشات الميه عشان يرطبوا الهواء ويرطبوا الجو اللي الناس قاعده فيه في الاوت دور. فممكن استخدم ده برضو على واجهات المباني، ان انا اعمل ستاير من الميه على الواجهات الزوجيه فتبرد لي الهواء اللي داخل عندي المبنى قبل ما يدخل. بعد كده ممكن استخدم الاضاءه الطبيعيه، ما اعتمدش بس على الاضاءه الصناعيه وخاصه في ساعات النهار. وفي تكنيكس دلوقتي ممكن تختزن الطاقه اللي هي الضوء الطبيعي وبعدين تعكسه وبيوصل او بتحتفظ بيه بحيث ان هي تبثه في المبنى بالليل. التدفئه بالاشعاع الشمسي المباشر، يعني انا عايزه ابقى ذكي في استخدامي للطاقه الشمسيه، هحمي نفسي منها امتى في الصيف او ازاي في الصيف، وهجتذبها ازاي في الشتاء. فلما اجي اعمل شيدنج ديفايس لازم اكون دارس العمق بتاع الشيدنج ديفايس ده او البروز بتاعه، بحيث ان انا تحميلي من اشعه الشمس في الصيف وما تمنعليش الشمس انها تخش لي جوه المبنى في الشتاء. يبقى انا كده الاول عملت الباسيف تكنيكس اللي انا هستخدمها، وبروح على الويذر فايلز مع البرامج السيميليشن واعمل تيست للمبنى، اشوف اللي انا عملته ده قللت بيه درجات الحراره جوه المبنى قد ايه، معدل التهويه جوه المبنى عامل ازاي. ولو انا عندي برنامج بيعمل سيميليشن لحركه الهواء اقدر استخدمه عشان اشوف حركه الهواء جوه المبنى عامله ازاي. طيب استهلاك الطاقه ده قد ايه؟ طبعا لو انا قدرت اعرف انا قللت استهلاك طاقه قد ايه، في برضو تولز بتشوف اللي هي الكربون فوت برينت، فاقدر ان انا اشوف انا قللت الانبعاثات بنسبه قد ايه. وبعدين بخش بقى على الجزء الاكتف، انا اشتغلت على الجزء الباسف، بخش على الجزء الاكتف اللي هي الانظمه الحركيه المستجيبه. ان انا اشوف مثلا ممكن اعمل الشباك بيتحرك اوتوماتيك مثلا ريليتد ليه معلومه معينه، ان هو لو درجه الحراره بره اقل من 25 ودرجه الحراره جوه في رينج 25 او اعلى شويه من 25، يبقى انا محتاج الهواء ده ان هو يخش لي جوه المبنى، افتح لي الشباك في التوقيت ده. يبقى انا كده عملت الشباك بيتحرك ريسبوند، يعني بيرسبوند للتغير اللي حصل او المعلومه المناخيه اللي انا حصلت عليها من بره مع المعلومه اللي بتعبر لي عن احتياجات اليوزرز جوه المبنى. طيب وده طبعا وانا بتكلم كده اتكلمت عن الانظمه الحركيه، وكمان حطيت انظمه مستجيبه اللي هي السنسورز اللي انا بحطها جوه المبنى وبره المبنى، زائد انظمه التحكم اللي هو الريموت كنترول مثلا، ان انا يبقى معايا كده ريموت كنترول بيقول لي ان انا ممكن افتح الشباك ده حتى لو كان في الوقت اللي الاستجابه بتاعه الواجهه ما يعني بتقول ان انا مش هفتح الشباك دلوقتي، لكن انا كيوزر ريليتد لي استقبالي لبعض المتغيرات اللي بتحصل في الاندو بدات احس ان انا لا محتاجه افتح الشباك في التوقيت ده، فبالريموت كنترول فتحت الشباك. وهنيجي هنا لدور انظمه التعلم، ان عن طريق انظمه التعلم بيبتدي يحتفظ لي باليوزر اكسبيرينس دي وبعدين يعملها لي في بقيه الايه يعني في السنين اللي جايه بعد كده في نفس التوقيت من كل سنه. طيب ايه بقى موضوع التنافسيه؟ احنا كده اتكلمنا عن التغير المناخي وقلنا مشكله التغير المناخي عباره عن ايه وازاي ان انا اتكيف معاها، وفي نفس الوقت اتكلمنا عن موضوع التكيف وعرفنا التكيف بيبقى عامل ازاي في الطبيعه وازاي ان انا اخلي المبنى متكيف مع المناخ والتغيرات المناخيه كمبنى، وان هو يعني في التكيف ده بيحاكي ازاي الانسان وبقيه الكائنات اللي هي الموجوده في الطبيعه. طيب ليه بقى موضوع التنافسيه واحنا هنتكلم عنه ليه؟ لو اخذنا بالنا كده واحنا بنتكلم ان احنا كررنا جوده الهواء الداخلي التهويه الطبيعيه اكتر من مره واحنا بنتكلم، لان التهويه الطبيعيه مش بس مهمه علشان التنفس بتاع الانسان، مهمه كمان علشان صحه الانسان، مهمه عشان اتخلص من الرطوبه الزايده
مهمة عشان أتخلص من البكتيريا، مهمة عشان أتخلص من الملوثات اللي بتحصل جوه المبنى، مهمة عشان ساعات بستخدمها في تبريد المبنى. يبقى أنا كده لقيت من خلال دراستي لموضوع التغير المناخي والتكيف مع التغير المناخي إن التهوية الطبيعية مهمة جدا جدا بالنسبة لموضوع التكيف مع التغيرات المناخية، وإن هي عن طريقها ممكن إن أنا أقدر يعني إيه أواجه المشكلة وأقلل من الانبعاثات وأقلل استهلاك الطاقة وأوفر الراحة الحرارية لو بس اهتميت بموضوع التهوية الطبيعية. طيب برضو إيه علاقة التهوية بالتنفس؟ هو المبنى ممكن يتنفس؟ هو المبنى ممكن يتنفس، يعني ما نتعاملش معايا على إنه جماد كده، لا إحنا دلوقتي إيه بنحاكي الطبيعة، فأنا أقدر أخلي المبنى طبعاً إيه يتنفس. وطبعاً الكمال لله وحده، إحنا مش هنقدر نحاكي الحاجات اللي موجودة في الطبيعة بالظبط، لكن أنا بحاول بقدر الإمكان بالتولز اللي موجودة في إيدي كمعماري من ناحية النولج، التكنولوجيا اللي هي السوفت وير بتاع التصميم نفسه اللي دلوقتي بقى متطور جدا، انه يساعدني ان انا احقق اي افكار ممكن تجيلي تكون فعلا مفيده وممكن تنقذ البشريه كلها بالمعنى الحرفي. لو جينا كده لموضوع التنفس في الطبيعه نشوف برضو بيتم ازاي، هنلاقي ان العصفور او الطيور عموما عندها حاجه اسمها الاكياس الهوائيه. الاكياس الهوائيه دي بيبقى في اكياس هوائيه خلفيه واكياس هوائيه اماميه. لما بتحصل عملية الشهيق بيبتدي الأكياس الهوائية الخلفية تتملي بالهواء البارد المحمل بالأكسجين، وبعدين بيبتدي ينطلق من الأكياس الهوائية الخلفية بعد ما بتتملي لبقية الأجهزة ويحصل تبادل ما بينها وما بين الغازات، وبعدين الهواء بقى المحمل بثاني أكسيد الكربون وبخار المية والحرارة بيروح للأكياس الهوائية الأمامية علشان يختزن تختزن فيها، وبعدين لما تحصل عملية الزفير يقوم مطلع بقى ايه كل الهواء الفاسد ده بره جسم الايه الطائر. طيب الموضوع انتهى عند كده؟ لا، في صمامات صغيره جدا بتبتدي ان هي تتحكم في عمليه الحركه دي، بتقفل لي المكان اللي بيخرج منه الهواء المحمل بثاني اكسيد الكربون علشان الهواء البارد يدخل، وبتفتح علشان تخرج الهواء اللي هو الفاسد ده في عمليه الزفير. يبقى انا هنا عندي جهاز حركي او نظام حركي، عندي استجابه وعندي انظمه تحكم. زيه زي الانسان، الانسان لما بيجي يتنفس هنلاقي انه الهواء في الكون كله بيتحرك من الضغط المرتفع للضغط المنخفض، فهنلاقي ان الضغط بره مرتفع والضغط جوه الرئتين منخفض. فانا لما بتحدث عمليه الشهيق ببتدي الهواء يتنقل من الضغط المرتفع للضغط المنخفض، وعن طريق حركة الحجاب الحاجز بتنبسط عشان تعمل شهيق وتنقبض عشان تعمل زفير، فبرضو في حركة مستمرة في عملية التنفس بالذات، هتلاقيها في حركة ديناميكية مستمرة طول الوقت. طيب التنفس في المباني هو التهوية. التهوية دي يا إما تكون تهوية طبيعية عن طريق الشباك أو حركة الهواء، أنا بعمل كروس فنتليشن جوه المبنى واستخدم القوانين بتاعت حركه الهواء والخواص بتاعت حركه الهواء في ان هو يبقى في حركه مستمره جوه المبنى، او تكون تهويه ميكانيكيه عن طريق الاجهزه المراوح اي حاجه هستخدم فيها كهرباء عشان حركه الهواء، فدي تهويه ميكانيكيه، او ان انا اجمع ما بين التهويه الطبيعيه والتهويه الميكانيكيه في حاجه اسمها هايبرد فنتليشن او التهويه المختلطه. لو هنقول بعض الأمثلة على التهوية الطبيعية وإزاي اتحققت في بعض المباني، زي مثلاً كوينز بيلدينج في اليوكي بدأ إن هو يستغل خاصية التشيمني أو اللي هي الستاك إفكت، وبدأ إن هو يجتذب الهواء إن هو يخش من الشبابيك في المبنى من تحت، وبعدين يختلط طبعاً الهواء ده بالإنسان اللي بيستخدم المبنى ويحمل ب الحرارة، فكثافته بتقل فبيبتدي يتصاعد لفوق لغاية لما بيطلع من المداخل اللي هو المصمم حاططها في المبنى، وبالتالي يبقى فيه حركة مستمرة للهواء من الشباك للمدخنة وإيه، ويبقى فيه حركة ديناميكية بشكل مستمر جوه المبنى. يبقى أنا كده عملت تهوية طبيعية وقللت استهلاك أي حاجة ميكانيكية علشان أحرك الهواء أو عشان أوفر الراحة الحرارية للمستخدمين جوه المبنى.
في بقى السمارت فنتيليشن. السمارت فنتيليشن دي هي تهويه طبيعيه لكن ذكيه. التهويه الطبيعيه الذكيه دي ظهرت في مبنى الاستاد ويمبلدون لما عملوا فتحات في السقف علشان يبتدي يسحبوا منها الهواء وتخش الهواء دي على تانلز او على ممرات. الممرات دي مع يعني محاطه بانابيب من المياه المبرده بحيث ان هي تبرد الهواء اللي داخل ده، وبعد ما بيتم تبريد الهواء بيتم ضخه عن طريق السقف وعن طريق وكمان الى داخل الفراغ بتاع الاستاد عشان يوفر تهويه طبيعيه مستمره جوه المبنى ويقلل استهلاك الاجهزه الميكانيكيه في التبريد بتاع الهواء. وفي نفس الوقت بيبقى في حركه مستمره للتهويه، يعني هم بيضخوا حوالي 254 الف قدم مكعب من الهواء في الدقيقه الواحده عشان يعملوا تهويه طبيعيه مستمره. زائد طبعا ان عندهم كانوا عاملين السقف بيتحرك بحيث ان انا احمي الاستاد من الامطار في الاوقات بتاعه الامطار، وفي نفس الوقت احميه من الاشعاع الشمسي المباشر في الاوقات اللي فيها اشعاع شمسي مباشر. بنفس التكنيك وبنفس الطريقه بس طبعا بتصميم مختلف، الابل بورك من تصميم فوستر وشركاه بداوا ان هم يوفروا او يقللوا درجه الحراره جوه المبنى الضخم ده من 20، يعني يخلوا درجه الحراره جوه المبنى من 20 ل 25 درجه سيليزيوس عن طريق الحركه بتاعه الهواء كشهيق وزفير. عملوها ازاي هنشوف دلوقتي. انتوا سامعين الصوت الاول؟ سامعين صوت الفيديو؟ ممكن حد يقول لي لو سامعين صوت الفيديو ولا لا؟ الصوت مش واصل. ثانية واحدة. Apple Park is one of the largest naturally ventilated buildings in the world that has been designed. كده الصوت واصل؟ كده الصوت تمام. Apple Park is one of the largest naturally ventilated buildings in the world that has been designed with the environment in mind. Most buildings are like motorboats. You know, you turn on the air conditioning systems to run between 68 to 72 degrees Fahrenheit and it just purrs. Well, our system of natural ventilation is like a sailboat. We run chilled water tubing through that concrete mass, and then we use outside air to be our dominant cooling system, and you're using very little energy to get the tempered water to do this. So it's a breathing building. اللي بتعتمد على التهويه الطبيعيه. ولو لاحظنا ان هو استخدم نفس التكنيك بتاع المبنى اللي فات في ان هو يمرر الهواء الاول على تانل في مواسير او انابيب من المياه المبرده بحيث ان هو يعمل تعادل حراري ما بين درجه الحراره بتاعه الهواء والمياه المبرده دي، وبالتالي يعني يضخ الهواء ده بعد كده في الفراغات فيقلل من درجه حرارتها، وفي نفس الوقت يعمل ناتشرال فنتيليشن ويجدد الهواء جوه المبنى ويسبب الراحة للمستخدمين بتوع المبنى. برضو مش لازم اعمل حاجة فظيعة في المبنى علشان اخليه مبنى مستجيب او ان يكون فيه تهوية طبيعية كويسة. ممكن بطريقة مبسطة جدا لو انا رعيت التوجيه بتاع المبنى، الشيب بتاع الكتلة بتاعت المبنى، ممكن ان انا احقق ده بسهولة، مع ان انا ممكن اعمل بس اللي هو الجزء الذكي باني اعمل جزء متحرك من الواجهه زي ما المبنى ده عمل. المبنى ده اسمه كي اف دبليو هيد كوارتر في المانيا، وبدا ياخد الشيب بتاع المبنى بما يتناسب مع الاماكن بتاعه الضغط المرتفع للهواء والاماكن بتاعه الضغط المنخفض بحيث ان يبقى فيه انسيابيه لمرور الهواء حوالين المبنى، وبكده يقدر ان هو يقلل التبادل الحراري ما بين سطح المبنى وما بين تيارات الهواء اللي بتمر حوالين المبنى. وفي نفس الوقت خلى الواجهات كلها عبارة عن شبابيك، الشبابيك دي كلها زجاجية. الشبابيك دي استغلها في الشتاء ان هي تعمل يعني تاخد الاشعاع الشمسي مباشر عشان تعمل تدفئة لفراغات المبنى الداخلية في الشتاء، وفي الصيف بدأ ان هو يفتح الشبابيك دي
اللي هي بتفتح اوتوماتيك يعني، بحيث ان هي تدخل لي الهواء فتبرد لي الجزء اللي هو الدبل ما بين الواجهه الخارجيه والواجهه الداخليه دي، وبعدين يطرد الهواء الساخن او بعد ما يتم تسخينه من الشبابيك الخلفيه. وبكده هو قدر من التكنيك واحد او من حاجات بسيطه جدا في المبنى يشغل المبنى في الصيف ويشغله في الشتاء، او يوفر الراحه في الصيف وفي الشتاء في نفس الوقت. عندنا برضو في بلادنا العربيه في مثال مشهور جدا وناجح جدا اللي هو ابراج البحر في ابو ظبي. هو طبعا عمل نفس فكره المشربيه، او الفكره كانت مستوحاه من فكره المشربيه، ان هو استخدم بانلز شفافه او من ماده شفافه بحيث ان هي ما تمنعش الاضاءه الطبيعيه جوه المبنى، وفي نفس الوقت تحميلي من الاشعاع الشمسي المباشر. وعملوا كمان حدائق في اماكن بتتعرض للاشعاع الشمسي المباشر بشكل كبير جدا طول الوقت، فبداوا يعملوا الحدائق دي بحيث ان هم يقللوا من الاكتساب الحراري عن طريق الاماكن دي، وفي نفس الوقت حركه الهواء عن طريق داخل الحدائق دي بيخلي درجه حراره الهواء تقل، وبعد كده لما يجوا يمرروها ما بين فراغات المبنى المختلفه تبتدي بالتالي تقلل درجات الحراره جوه المبنى. وطبعا علشان يكفر الطاقه المستهلكه في تحريك الواجهه دي، بدا ان هو يعمل خلايا شمسيه على الاسطح بحيث ان هو يستخدم الطاقه المولده في الحركه الميكانيكيه اللي هتحصل على الواجهه، وبالتالي قدروا ان هم يوفروا 20% من الطاقه المستهلكه في التبريد، وبالتالي قللوا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبه 40%. فده مثال عربي ناجح من امثله المباني المستجيبه للمناخ، واللي ممكن تعمل يكون ليها دور كبير جدا في التكيف مع التغيرات المناخيه. طيب هو ده يعني موضوع بقى التنفسيه والمباني المتكيفه والحاجات دي مقصور بس على الناس اللي هم المكاتب الكبيره والمعماريين الكبار والناس دول، ولا انا اقدر كمعماري في شغلي العملي التطبيقي اقدر احقق ده؟ ده كان عندي تساؤل. طيب هي المباني المتنفسه او الواجهات المتنفسه دي فعلا بتتكيف مع التغيرات المناخيه؟ هتقلل لي درجه الحراره جوه المبنى ولا لا؟ هتوفر لي الطاقه ولا لا؟ طب تعالوا نجرب كده. لو انا جيت في مصر عندي مبنى اداري وحبيت ان انا احط الواجهه المتنفسه دي عليه، ايه اللي هيحصل؟ فدي كانت النقطة بتاعت الماجستير بتاعتي، وهقول لكم ايه اللي حصل معايا. أنا الأول بدأت أجيب ملفات الطقس، والحمد لله إن ساعتها أنا واخدة الماجستير في 2015، فكنت بعاني شوية من قلة السوفت وير اللي موجودة اللي كانت تقدر تساعدني، لغاية لما ربنا أكرمني ورزقني كان دكتور مصطفى ربيع لو تعرفوه، بدأ إن هو يعلمني يعني إيه بارامتريك ديزاين وكده. وبعد كده انا يعني تعمقت اكتر في الموضوع وبدات اشوف ايه بقى السيميليشن تولز اللي ممكن تساعدني في التصميم اللي انا او في النتائج اللي انا عايزه اوصل لها. فالحمد لله لقيت موضوع الليدي باج والهاني بي، فساعدوني كتير جدا في التوقيت ده ان انا احصل على النتائج بعد ما كنت بقى اعاني لفتره طويله ان انا مش لاقيه حاجه كسوفت وير تساعدني في التصميم بتاعي. فبدات اخد ملف الطقس اللي هو متاح ساعتها اللي هو بتاع 2015 الحالي، وابتدي اشوف درجه الحراره بتاعه المناخ عامله ازاي. وبعدين جبت تول او يعني سوفت وير تاني بيعمل جنريت لملف الطقس لسنه 2020 اللي هي دلوقتي ولسنه 2050، وبعدين بدات اقارن الثلاث درجات حراره ببعض اللي هي درجات الحراره طول السنه في 2015 وطول السنه في 2020 وطول السنه في 2050. وبعدين لقيت ان درجات الحراره جوه المبنى اصلا اللي هو مبنى يعتبر من المباني المريضه مش مصمم بحيث ان هو يتوافق مع البيئه ولا اي حاجه، لقيت ان درجه الحراره القصوى ممكن تعدي ال 40. طيب مع مشكله التغيرات المناخيه لقيت ان هي هتقرب على ال 50 في توقيت معين من السنه. فكان لازم ان انا ابتدي اعمل شوية حاجات في التصميم بحيث ان هي تساعدني اقلل من درجات الحرارة الداخلية جوه المبنى في الوقت الحالي، وبعدين اشوف ازاي بقى هتكيف مع التغيرات اللي هتحصل في المستقبل. فبدأت اشوف بقى الراحة الحرارية الدراسات بتاعتها عاملة ازاي، وبدأت اشوف كمية الحرارة المكتسبة وعن طريق الواجهات اللي هي الحرارة المكتسبة عن طريق التهوية الطبيعية، وبدات اشوف المشكله بتاعتي جايه منين بالظبط في المبنى، وايه اللي انا محتاج ان انا اعدله علشان
اوفر الراحه الحراريه دلوقتي واوفر الراحه الحراريه للمستخدمين بعد 10 سنين وبعد 20 سنه وبعد 30 سنه او على مدار عمر المبنى. وللاسف عشان وقتها ما كانش عندي وقت قوي ان انا اصمم واجهه متنفسه فروم سكراتش، فاخدت واجهه مهندس اسمه او مهندسه مش متاكده من المعلومه دي اسمه سكوت كروفورد من جامعه واشنطن. ده عمل واجهه متنفسه بتحاكي الجهاز التنفسي في الانسان، وعمل غشاء بيحاكي الحجاب الحاجز في الانسان بينبسط علشان يعمل شهيق وينقبض علشان يعمل زفير. فالواجهه مفتوحه بتعمل شهيق، وبعدين عن طريق المحرك ده بيبتدي يزق الواجهه لبره علشان يعمل زفير، ومع الزفير ده هيبتدي يخرج جزء من الهواء اللي جوه المبنى عن طريق عمليه الايه السحب دي. فقلت طيب ماشي، دي واجهه موجوده والمهندس ده عن طريق الدراسات اللي عملها بيقول ان دي واجهه متنفسه متكيفه مع التغيرات المناخيه، تعالوا نتست ونشوف هل فعلا ناجحه ولا لا. بدانا نبني الموديل، وبدات اشوف ايه بقى المقومات الطبيعيه او الحاجات العوامل المساعده اللي ممكن استخدمها في المبنى بتاعي من غير ما اهد المبنى وابنيه من جديد. فده كان تصميم بسيط جدا للمبنى، كان عبارة عن ممر طويل جدا بيوزع لي على أو بيتحرك بتحرك فيه على الفراغات المختلفة. بدأت أشوف طيب ما أنا عندي هو الممر ده ممكن يشتغل زي القصبة الهوائية، وهدخل الهواء من ناحية الشمال عن طريق الواجهة المتنفسة بتاعتي، وعن طريق القصبة الهوائية بتاعت المبنى دي هبتدي أعمل توزيع للهواء في الفراغات المختلفة. طيب والهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون واللي حرارته ارتفعت أخرجه منين؟ فانا هنا لو تلاحظوا كنت عامله دبل سكن، يعني عامله سكن تاني خارجي، ممكن الهواء ده يخرج على الممر اللي هو يعتبر احنا كنا عاملينه كلاندسكيب يعني، وبعدين منه للواجهه الخارجيه خالص. او مع عمليه الزفير لو تفتكروا في السلايد اللي فاتت ان الواجهه وهي بتقفل بيبقى في محرك بيضغط على الواجهه علشان تقفل، فعمليه القفل دي بتسحب لي جزء من الهواء الساخن اللي جوه الفراغات. يبقى انا عملية طرد الهواء هتتم عن طريق الواجهات الجانبية والواجهة الخلفية، زائد ان عملية القفل بتاعت الواجهة بتعمل لي زي شفاط بتشفط جزء من الهواء اللي خارج ده. لغاية كده تمام، والدنيا حلوة والواجهة اشتغلت وبدأت ان هي تعمل لي تغيير في معدلات التهوية. طيب انا عايزة اشوف بقى لما الواجهة تكون مقفولة درجة الحرارة جوه تبقى عاملة ازاي، لما الواجهه تكون مفتوحه بنسب مختلفه هيأثر لي ازاي على درجات الحراره جوه المبنى وعلى معدلات التهويه. انا كنت الهدف من التصميم بتاعي ان انا عايزه احقق الراحه الحراريه وعايزه احقق جوده الهواء الداخلي جوه المبنى، وبالتالي هقلل استهلاك الطاقه جوه المبنى. فانا ثبت او عملت بمعنى اصح حاجه اسمها اوبتمايزيشن عن طريق الراين والجراس هوبر عشان اوصل للحل الامثل. الواجهه دي هتتحرك لي هتفتح وتقفل بمعدل قد ايه؟ طب لما هتفتح هتفتح بنسبه 20% ولا 40% ولا 70% ولا 100% ولا ايه بالظبط؟ فانا كنت عايز اعرف السلوك بتاع الواجهه المتحركه دي هيبقى عامل ازاي؟ ونيجي هنا بقى نفتكر التكيف السلوكي. انا كده كان عندي تكيف مرن عملته في المراحل بتاعه تعديل المبنى لانه كان مبنى قائم، ودلوقتي دخلت في مرحله التكيف السلوكي واستخدمت له نظام حركي متنفس على الواجهه علشان ابتدي اتكيف مع التغير المناخي او اشوف هل فعلا هيتكيف ولا لا. بدات ادخل على الليدي باج والهاني بي مع الراين والجراس هوبر وطلعت النتائج بتاعتي. طلعت النتائج بتاعه درجات الحراره الداخليه جوه المبنى، معدلات التهويه جوه المبنى، وكمان المعدلات بتاعه استهلاك الطاقه. لقيت ان معدل التهويه كان جيد جدا وبيعمل لي تهويه طبيعيه كويسه جدا على مدار اليوم جوه المبنى، يعني كانت مناسبه مع الكودات اللي انا كنت شغاله عليها، وانا كنت شغاله على الكود المصري لاداء الطاقه في المباني، وكان مفيد جدا بالنسبه لي ان انا استخدمته ووفر عليا ان انا اقلب بقى في كود اشري وان انا يعني ايه اخش في دوامه تانيه من البحث وكده. فكان المعلومات فيه يعني تو ذا بوينت، وخصوصا ان انا كنت شغاله في مصر. فلقيت ان معدلات التهويه مناسبه جدا، لكن درجه الحراره جوه المبنى ما قلتش.
لانه احنا عارفين انه اتجاه الشمال او الشمال الغربي ده اتجاه البحري اللي بيجي لي منه الهواء الكويس او الهواء البارد اللي انا هيقلل لي من درجه حراره الفراغات. لكن المنطقه اللي انا كنت شغاله فيها، كنت شغاله في القاهره الجديده، لقيت ان الهواء اللي جاي لي من اتجاه الشمال مش طول الوقت درجه حرارته في محيط الراحه الحراريه، كان في بعض الاوقات اللي درجه حرارته بتبقى اعلى شويه، فكان لازم ان انا اعمل نظام تاني بيتكامل مع الواجهه المتنفسه دي عشان ابرد الهواء قبل ما يدخل على الفراغات الداخليه بتاعتي. ففي الجزء اللي هو البفر زون اللي ما بين الواجهه المتحركه وواجهات المبنى الداخليه، بدات اعمل رشاشات للميه علشان يتم تبريد الهواء اللي داخل قبل ما يخش المبنى، وبالتالي قدرت ان انا اقلل درجات الحراره، وبدات اشوف الحركه بقى بتاعه الواجهه بتاعتي هتبقى كام مره في الساعه. ودي طبعا برضو بالتطبيق ببعض المعادلات اللي موجوده في الكود المصري للطاقه، قدرت ان انا اعرف تقريبا كل ساعه انا محتاجه كميه هواء قد ايه عشان راحه المستخدمين، وبدات اطبق ده في الحركه بتاعه الواجهه، وبدات ان انا احركها مثلا في ساعه مرتين، في ساعه 3 مرات، في ساعه 4 مرات، وهكذا. فجبت بقى ايه السلوك اللي هيحصل طول اليوم وطول الاسبوع وطول الشهر وطول السنه في المبنى بتاعي عامل ازاي. ده كانت باختصار شديد حكايتي مع التغيرات المناخيه وحكايه التكيف ويعني ايه مباني متنفسه وعلاقتها بالموضوع. وانا لو تحت امركم لو في اي سؤال اتفضل. وبشكركم جدا طبعا، انتوا استحملتوا الوقت ده كله من الرغي يعني. في أي أسئلة؟ طبعا شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور، بصراحة المحاضرة كانت جميلة جدا، ويعني بصراحة أنا كنت من المستمتعين رغم إن أنا مدني. ربنا يخليك. لو في أي حد يا جماعة عنده أي سؤال أو حد عايز يشارك بأي حاجة ممكن يبعت في الشات أو يعمل ريز هاند. باشمهندسة شيماء أشرف، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا باشمهندس؟ الاخبار معاكي دكتوره شيماء عاشور. طبعا يعني محاضره جميله جدا، وكويس انا لحقتها يعني، الحمد لله ما شاء الله عليكي. طبعا يعني نهتم بالجزء الاخير اللي هو التكنيكال الحديث، في جزء الكروسوفر شويه يعني ان شاء الله عايزاك تبقي توضحي الموضوع ده اكتر، ازاي التكنيكال ده بيحصل، وازاي على البرنامج نفسه اتعمل الشغل بتاع البيلدينج دوت، يعني البيلدينج تكنيكس اللي استخدمتيها، وازاي الجزء البرمجه شويه يعني ازاي الجزء برضو بتاع التحليل الحراري. لكن بصراحه المحاضره جميله، ويعني قدمتي بصراحه البريف الاولاني او الجزء الاولاني تحفه جدا عن المباني، واتمنى ان تكملي برضو جزء تاني كده عن الجزء ازاي بقى التكنيكال بقى ازاي ده تنفذ اصلا. تمام. هو احنا في شركه او ام للتدريب بندي كورسات ازاي بنستخدم الليدي باك تولز في السايت اناليسيز وفي الانرجي موديلنج او الانرجي سيميليشن، وان شاء الله يكون في تعاون مع باشمهندس عمر ان شاء الله قريب في حاجه او ورشه يعني نقدمها ليها علاقه بالليدي باك تولز. بس هو موضوع الانرجي سيميليشن ده موضوع طويل، ولازم بنقعد فيه عدد ساعات طويله جدا علشان بنطبق مع بعض ونطلع مشاكل ويحصل ايرور، وبعدين نحل المشكله وهكذا. وبعدين بنقول كمان ايه علاقه، يعني انا بيبقى عندي لو انا دارسه تصميم بيئي من الاول بيبقى عندي البيزكس دي كمعادلات وكارقام يعني كحاجات حفظ. طيب علاقه ده بالطول بقى اللي هي على الكمبيوتر او السوفت وير ده، فدي برضو بتبقى بتتوضح طول ما احنا شغالين، فبتبقى حاجه مدتها طويله شويه ممكن تاخد 6 ايام على الاقل علشان خاطر يعني الموضوع يبقى واضح للمتدربين. فده مش هيخلص للاسف في محاضره مدتها ساعه، لازم ورشه عمل كامله ان شاء الله نحاول نوفرها قريب ان شاء الله. شكرا جدا. احنا اوريدي بنقدمها يعني بنقدمها عندنا في الشركه، بس ان شاء الله يعني نتعاون مع باشمهندس عمر في ان احنا نقدمها من خلال بيم ارابيا ان شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا دكتوره شيماء. في حد عنده اسئله؟ يعني بس رسمت وفي اسئله كتير في الشات، بس هنشوف الاسئله الاول. لو حد عايز على صوت.
أيوة. طيب في الشات في حد بيسأل، في الشات حد بيشوف الشات، أو في حد بيسأل: ألا تعتبر الواجهات الديناميكية المتحركة مستهلك كبير للطاقة وبالتالي يزيد من التغيير المناخي؟ مهندس أكرم. طيب هو طبعا بتستهلك طاقة، لكن انا دلوقتي معظم المباني اللي احنا مثلا اتكلمنا عنها كاكزامبل هتلاقيه عامل تكنيك تاني عشان يوفر استهلاك الطاقة ده، يعني مثلا ممكن تستخدم خلايا شمسية علشان يعني توفر الطاقة اللي هتشغل لك الواجهة المتحركة دي، زائد ان الطاقة المستهلكة في التبريد مشكلتها مش بس في استهلاك الطاقة، لا في الانبعاثات اللي بتطلع من اجهزة التبريد دي، زي مثلا ثاني اكسيد الكربون، غاز الفريون، وبعض الغازات التانية اللي بتزود لي الانبعاثات. انما الحركه الديناميكيه بتاعه الواجهات، انا طبعا الحته دي تكنيكال جدا، فمش عارفه يعني ايه، مش هقدر اقول بالظبط هل في انبعاثات ناتجه عن حركه الواجهه دي، بس ان وجدت هتبقى اقل بكتير جدا من اجهزه التكييف. تمام. في والطاقة نقطة بقى المستهلكة دي أقدر إن أنا أعمل سيستم تاني كفر استهلاك الطاقة زي الخلايا الشمسية. اتفضل. تمام، في ناس بتسأل على شركة او ام اللي بتدي كورسات، انا حطيت الرابط وناس عايزة تمام. تعرفنا بيها، وناس بتسأل على اسامي البرامج اللي بتعمل دراسات المناخية. هو في كذا برنامج، وعشان ما نلفش كتير، لو احنا بنشتغل على مبنى ثابت فأنا بنصح إن احنا نروح للديزاين بيلدر، لو احنا بنشتغل على مبنى فيه واجهات متحركة نروح للراين والجراس هوبر مع الليدي باك تولز. الليدي باك تولز بتشتغل على المباني الثابتة والمباني المتحركة عادي، بس على حسب الناس يعني بتفضل ايه، في ناس بتفضل الديزاين بيلدر وفي ناس بتفضل الليدي باك تولز. فالليدي باك تولز دلوقتي ما شغالة طبعا مع البارامتريك ديزاين او البارامتريك تولز دي، بتقدر ان انت دلوقتي تعمل افكار بره الصندوق جدا، فانا بنصح صراحه بالليدي باك تولز مع الراين والجراس هوبر. لكن طبعا ما فيش مانع ان انت تستخدم برنامج زي الديزاين بيلدر، او في حاجات تانية برضو بتشتغل مع الليدي باك، مع الـ سوري الراين والجراس هوبر زي ارك سام، بس صراحه انا ما عنديش خبره كبيره فيه. انا كل شغلي بالليدي باك تولز، وشايفاه ان هي تول يعني فيها كل حاجه، ما بقعدش اتنطط من برنامج لبرنامج عشان اطلع المعلومات اللي انا عايزاها، لا انا جوه الليدي باج بطلع البيانات المناخيه، بقدر ان انا احللها، بيطلع لي كمان المقترحات بتاعه الباسيف تكنيكس، كام في الميه نجاح للباسيف تكنيكس المختلفه لو انا استخدمتها جوه المبنى، وانا ببتدي اشوف انا هستخدم اي تكنيك منهم او اكامل ما بين تو تكنيكس مع بعض. بقدر ان انا ادرس المبنى بعد ما بحط التصميم بتاعي، واشوف على مستوى الاربن كمان ممكن اشوف الدراسه بتاعت الاشعاع الشمسي، ممكن كمان اشوف اللي هي بعمل انرجي موديلنج عليه، وبشوف استهلاك الطاقه قد ايه جوه المباني، درجه الحراره جوه المباني، نسب الرطوبه، معدلات التهويه. فانا شايفاها تولز متكامله بتقدر تبتدي معايا من مرحله ما قبل التصميم لغاية كمان لما بخلص المبنى تصميم وبجهزه علشان يخش في المرحلة اللي بعد كده. تمام يا فندم. في سؤال: هل الديزاين بيلدر بيقيس سرعة الهواء وثاني أكسيد الكربون؟ هو بيقيس ثاني أكسيد الكربون، بس ما عنديش فكرة بصراحة إذا كان بيطلع أي حاجة ليها علاقة بالتهوية ولا لأ. بالتالي هو في الدراسات الخاصة بالسي اف دي جوه الديزاين بيلدر. تمام، لا بصراحة ما عنديش المعلومة دي. طيب في سؤال: هل أشري هي المرجع لدراسة درجات الحرارة والتهوية، ولا في حاجة تانية؟ هو كود أشري احنا بنرجع له، لأن هو ده يعني ايه الكود اللي احنا شغالين بيه، لكن احنا عندنا دلوقتي في مصر الكود المصري لأداء الطاقة في المباني، فلو احنا بنصمم حاجة في مصر فده كويس جدا جدا ان احنا نستخدمه، وفي معلومات قيمة جدا نقدر نستفيد بيها. تمام. في سؤال: هل يعتبر الليدي باج تول دقيق ويعتمد على نتائجه البحثية، أو يعتبر مفتوح للتعديل في أكواده فبالتالي لا يعتمد عليه؟ لا طبعا يعتمد عليه، لانه اصلا بيستخدم في البحث العلمي في الام اي تي وفي جامعات كتير جدا، ومعظم البيبرز لو دورنا شويه هنلاقي في بيبرز كتير منشوره مستخدمين الليدي باج، وهو اصلا في ناس بتقول ان هو مش فاليديت وحاجات زي كده، لا هو فاليديت لانه عباره عن
انترفيس لمجموعه من البرامج اللي بتستخدم بقالها فتره طويله جدا، انرجي بلس وارك وريديانس وديسم والاوبن ستوديو. البرامج دي اصلا موجوده وفاليديت وبيؤخذ بيها في البحث العلمي ودقيقه. فالليدي باج اللي هو الهاني بي مثلا، لما باجي اعمل انرجي سيميليشن هو عباره عن انترفيس لمجموعه البرامج دي، فهو ليه ما يكونش فاليديت؟ يعني هو فاليديت طبعا ودقيق، والنتائج بتاعته مأخوذ بيها في البحث العلمي في جامعات كبيره جدا بره مصر، ودلوقتي بدا يستخدم جوه مصر. يعني انا واحده من الناس جوه مصر كنت يعتبر من اوائل الناس اللي استخدمت الليدي باج تولز في الدراسه بتاعه الماجستير بتاعتي. تمام. طيب في سؤال، هل الايكوتكت بيوفر نفس الامكانيات لبرنامج الليدي باج؟ انا مش الايكوتكت كان جميل جدا. وقف نعم؟ من زمان. وقف للاسف من 2011. تمام. ما بقاش مأخوذ بيه في البحث العلمي لانه اكتشفوا فيه اخطاء. تمام. طيب في سؤال، هل هناك معايير لدقه برنامج الراينو وجراسوبر وبنسبه قد ايه للقياسات الميدانيه؟ القياسات الميدانية يعني نقصد مثلا اللي هي القياسات بتاعت المناخ مثلا، حرارة ورطوبة والحاجات دي. أنا بالتالي هو يقصد مثلا للأرقام الحقيقية للمبنى أثناء فاسيلتي مانجمنت، للأرقام اللي اتنفذت حقيقية. تمام. هو للأرقام اللي اتنفذت بعد ما المبنى يكون قائم يعني؟ بالتالي هو قصده كده. بص، هو في دلوقتي دراسات بتحاول تشوف برامج السيميليشن اللي احنا بنستخدمها دي عليها نسبه دقتها قد ايه، فبيقوموا واخدين الاجهزه بتاعتهم يقيسوا درجات الحراره مثلا والرطوبه في مباني قائمه، ويعملوا نفس المبنى ده بنفس تفاصيله على برامج السيميليشن عشان يشوفوا الفرق. فممكن مثلا ان احنا نشوف الابحاث دي ونشوف هما وصلوا لايه، ونبتدي يعني نبتدي نشوف يعني نسبه دقه كل برنامج. لكن يعني ايه، انا بادعي ان نسبه دقه السوفت وير ده ان هو حوالي مثلا 85 ل 90%، يعني ايه يكون دقيق يعني بالنسبه للقياسات على ارض الواقع. وده انا لمسته في بعض الدراسات اللي زمايلي بيعملوها في الدكتوراه، ان هما لما اخدوا قياسات حقيقيه وقارنوها بالسيميليشن طلعت في فروق في درجات الحراره مثلا، بس فروق طفيفه جدا، يعني ممكن تكون درجه حراره الفراغ 30 وعلى السيميليشن طلع لي 31 او 30 ونص او حاجه زي كده، فان وجدت هتبقى درجات بسيطه جدا يعني. وعشان اتاكد اخد اجهزتي وانزل اقيس بنفسي، وده هيكون اوقع، لان طبعا مفيش حاجه صح مطلق ومفيش حاجه غلط مطلق، فاللي هيبقى فيصل في الموضوع ان انا اخد الاجهزه بتاعتي وانزل اقيس واعمل سيميليشن واشوف الفرق. في سؤال بيسأل عن برنامج الديفا في الإضاءة ولا الأفضل الليدي باج؟ في الإضاءة ولا الليدي باج؟ الديفا بصراحة أفضل، يعني هو الليدي باج بيعمل الدراسة بتاعت الإضاءة، لكن الديفا بروفيشنال أكتر من الليدي باج في موضوع الإضاءة. والاثنين جراس هوبر مظبوط؟ والاثنين بيشتغلوا على الجراس هوبر، بس طبعا الهاني بي بقدر استخدمه في الإضاءة كويس جدا، والنتائج بتاعته بتبقى طالعه من الريديانس يعني برضو فاليديت وصح. لكن طبعا الديفا عشان يعني ايه الناس بيستخدموه اكتر في البحث العلمي، فلو احنا بنشتغل اضاءه فبفضل ان انت تمشي تبع الغالبيه العظمى يعني اللي استخدموا الديفا وطلعوا نتائج او ابحاث هايله جدا باستخدامه. تمام. هو في سؤال كنت منتظره من اول اللقاء، مهندسة جهاد سألها دلوقتي، ما هي أسباب عدم تطبيق هذه النوعية من المباني في مصر بالرغم من وجود كل هذه الحلول؟ يمكن ما عندناش وعي شوية، ما عندناش وعي بيئي، يعني كمصممين مش كل الطلاب بتوع كليات الهندسة، وده أنا بكتشفه من خلال الكورسات اللي بقدمها، إنه مش كلهم أخدوا تحكم بيئي، يعني وكمان أنا نفسي أخدت التحكم بيئي في سنة تانية عمارة اللي هو من زمان جدا، ويمكن كان حظي كويس إن أنا درست مع دكتور قدير جدا اسمه دكتور وجيه في هندسه شبرا. وجيه جرجسه مظبوط؟
تقريبا وجيه فوزي وجيه فوزي، اه قريت له كذا كتاب. دكتور اه وجيه قريت له كذا فوزي، كتاب، اه ما شاء الله. فهو يعني ما شاء الله كان كويس جدا. فاحنا لو ما بعد كده ما تعمقناش في موضوع التصميم البيئي فخلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي. بخرج بقى في الشغل بلاقي شغل السوق، ويلا يا باشمهندس عايزين نخلص المبنى، طب تعالى نلزق دي جنب دي وما اعرفش نعمل ايه. فيعني القليلين جدا اللي عندهم الوعي ان هم يبتدوا يشتغلوا ريليتد للبيئه. في ناس موجوده وفي ناس بتشتغل، لكن قليلين جدا بالنسبه للغالبيه العظمى. طبعا العميل بقى، العميل برضو ما بيبقاش عنده الوعي البيئي ده، هو عايز يبني عمارة عشان يستفيد بيها ماديا، ومش مهم عنده ان انت تبني لي الحيطة الخارجية 25، او ان انت مثلا تعمل لي التوجيه بتاع المبنى ما اعرفش عامل ازاي. لا لا، قلل لي التكلفة بتاعت المبنى يا باشمهندس، كده هتزيد. فانا تكلفة المباني دي بتبقى تكلفة عالية في الاول، لكن على مدار عمر المبنى المفروض ان هي بتكون التكلفة بتاعت التشغيل قليلة. فهم ما عندهمش الوعي ده. انا دلوقتي بقدم لك مبنى ممكن تكون تكلفته عالية شوية، لكن على مدار عمر المبنى انت هتوفر فلوس من استهلاك الطاقة، هتوفر فلوس من يعني هتوفر في صحة المستخدمين، او هتستثمر في صحة المستخدمين، هتزود من الانتاجية بتاعت الناس اللي موجودة. فانا كده يعني ايه، بساهم في الاقتصاد بتاع البلد او المجتمع اللي انا عايش فيه. وبالتالي انا يعني هبقى كمان عندي مجتمع عنده صحة، يعني مش مجتمع مريض. فللاسف يمكن اهم عامل هو قلة الوعي، ان انا ما عنديش وعي. وده دورنا دلوقتي ان احنا كلنا وكل الناس اللي بتسمعنا، او كل الناس اللي قرت اي حاجة عن التصميم البيئي او عندها الوعي البيئي ده في حياتها عموما، ده دورنا ان احنا نزود الوعي بين الناس اللي احنا بنتعامل معاهم، سواء كانوا متخصصين او غير متخصصين. العميل بتاعي لازم اتكلم معاه واوجهه واقول له ايه الصح وايه الغلط، ايه المفيد وايه اللي هيبقى مش مفيد، إيه طيب ده تأثيره ايه على المدى الطويل، إيه طيب ازاي ان انا مثلا اقلله التكلفة زي ما هو عايز بما يتناسب مع الهدف اللي انا عايزه احققه جوه المبنى بتاعي. فده دورنا كمهندسين، وفي نفس الوقت كأشخاص عادية بتزود الوعي في المجتمع من حوالينا. فالوعي ثم الوعي ثم الوعي. تمام شخصيتي الفاضلة. في بس آخر سؤال، هل مباني دكتور حسن فتحي تعتبر مباني متنفسة؟ بصوا، هي المباني الثابتة هي مباني مستجيبة برضو للمناخ. فالمباني بتاعت حسن فتحي هي مباني بيئية، القوانين والحاجات والتكنيكس اللي هو كان بيستخدمها احنا لغاية دلوقتي بنتعلم منها. فهو طبعا لو المبنى لسه لغاية دلوقتي محافظ على التهوية الطبيعية وسيركيليشن الهواء جوه المبنى، فهو مبنى متنفس. لان احنا قلنا التنفسية في المباني هي التهوية، سواء كانت تهوية طبيعية او تهوية ميكانيكية او تهوية مختلطة. فطالما المبنى ده فيه حركة مستمرة للهواء فهو مبنى متنفس. انا ليه زودت الجزء المتحرك كنظام حركي والجزء المستجيب وانظمه التعلم والحاجات دي؟ علشان انا دلوقتي المبنى ده كان متصمم لوقت معين، مباني حسن فتحي كان متصممه في توقيت معين. طيب المبنى ده عايش يعني فتره طويله جدا من الزمن، هل هو دلوقتي بيؤدي الوظيفه او بيوفر الراحه الحراريه للمستخدمين لغايه دلوقتي ولا لا؟ دي نبتدي ندرس المبنى ونشوف. طيب في تعديات بتبقى حصلت على المباني القديمه للاسف، ان هم مثلا بيحطوا ازاز، بيبقى في مباني تطلع حواليا تعمل عوائق او حاجات زي كده، فبضطر ان انا للاسف ما بحسش بالراحه الحراريه جوه المباني دي دلوقتي في بعض الاوقات او في بعض الايه المناطق يعني. فمباني حسن فتحي طبعا مباني متنفسه لو هي لسه محتفظه اللي هي الآلية أو الأداء اللي هي اتصممت على أساسه، لأن طبعا هو كان معتمد على التهوية الطبيعية في المباني بتاعته. أنا كنت بس بقول إن أنا زودت الأنظمة المستجيبة والحركية، لأن بعد 10 سنين المبنى ده بيواجه حاجات أو معايير مختلفة للمناخ مختلفة عن اللي أنا صممت عليها دلوقتي. فأنا لازم أجهزه ليه بعد 10 سنين وبعد 20 سنة، ان هو يفضل على مدار عمر المبنى يوفر لي برضو الراحة الحرارية ويقدر يستجيب للتغيرات اللي ممكن تحصل فجأة.
يعني مش بس اقول له لما درجة الحرارة تبقى 30 اعمل لي كذا، لا، لو درجة الحرارة زادت عن 30 اعمل لي كذا، ممكن درجة الحرارة توصل ل40 او 45 وانا مش مدياله المعلومة دي في السيستم، بس انا اديته معلومة ان لو زادت درجة الحرارة عن 25 او 27 اللي هي محيط الراحة الحرارية خد لي الاكشن الفلاني. فهو هياخد لي الاكشن الفلاني ده ازاي؟ لازم يكون في حاجة بتستجيب للتغيرات اللي بتحصل بره. تمام يا فندم، جزاكم الله خير، واستفدنا جدا من المعلومات القيمة ديت، وربنا يخليك. شكرا لحضرتك. كل خير. الله يكرمك يا فندم، جزاكم الله كل خير. شكرا لحضرتك، انا انبسطت جدا معاك وشكرا ليكم.